السلام عليكم، مسيتوا بالخير. بإذن الله بنتكلم اليوم عن شيء مهم مهم جدا، مهم تواجده بكل بيت. بنتكلم إن شاء الله اليوم عن الحبة السوداء أو ما تسمى بحبة البركة. الجزء المستخدم منها هو البذور. فالحبة السوداء فيها فوائد كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، رواه البخاري، والسام هو الموت. فالحبة السوداء تحتوي في مكوناتها على 21% تقريبا من البروتين، و38% من الكربوهيدرات، و35% من الدهون والأحماض والزيوت النباتية المفيدة. فالحبة السوداء تستخدم بذورها وأيضا زيوتها للعديد من الأمراض، فتستخدم كفاتحة للشهية، وكمدرة للبول، وكمدرة للبن، وأيضا كمسكن. وأيضا فهي مهمة لمن يعاني من الإمساك والسعال والحمى والأمراض الجلدية، وأيضا انتفاخات البطن واضطرابات. وأيضا فهي مهمة لعلاج الزخار، وكذلك تكافح السرطان، فهي تساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية. وأيضا وجدت العديد من الدراسات أن للحبة السوداء دور فعال في تحسين الذاكرة. وجدت العديد من الأبحاث أن للحبة السوداء دور كبير في خفض الكوليسترول في الدم، وأيضا في السيطرة على ضغط الدم وخفض نسبته.